صدر الشرق انشق سكرت دروب مرفق نحن نموت قولوله نروح نبقى مرفق نحن نموت قولوله نروح نبقى أرضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى وهقولنا يا جنود العدل مصلوب عم ينزل في السلام كلهم يا جنود باعوا كل كلام والعدل مصلوب عم ينزل في السلام شو همنا الحروب شو همنا الحروب كانت عاصمة يمينها إسرائيل قد بدأت في جنوب لبنان وكانت دولية طرفين تسير متقابلة ومتنافسة إذ كان يتسبق من ولا ينقص حبي من كرامك يا شوق بنرفض نحن الموت قلولهم رح نبقى نرفض نحن الموت قلولهم رح نبقى أرضك والبيوت والشعب العم يشقى وقلنا يا شوق واجهت قوة الأمم وتحت الأرواح والمعدات لمواجهة المجتمع الدولي. بلشوا سنة 76 بلشوا كان الناجر حداد بيقعدوا ببيروت ولما بعثته الدولة اللبنانية لهون استلمها كان في حوالي 500 جندي لبناني والباقيين كانوا المدنية اللبنانية كنا ندافعوا وقاتلوا وحرسوا وحملوا السلاح ليدافعوا عن المنطقة يدافعوا عن بيوتهم يدافعوا عن عيالهم لأن كانوا موجودين المغاربين وتبتدت العلاقات بين المنطقة الأمنية وبين إسرائيل وقت اللي بيصير فيه سلام وبيكون الأمن مأمن على جانبين الحدود كل الأمور بتمشي التجارية وغير التجارية والعلاقات والسياحة والاصطياف كله بيمشي هذا بس يصير في سلام ويكون في امن بكل وذاك بيمشي طبيعيا بتمشي فيش لزوم تهيئة له العلاقة اللي اكثر هي علاقة امنية بين دولة اسرائيل وبينها لا شك كمان بعض المرات في مساعدات بتيجي من الدولة الاسرائيلية للادارة المدنية منشان نساعد هالشعب لانه هالشعب الموجود بهالمنطقة الدولة اللبنانية ما عم تساعده كفاية عم ننجبر نحن بميزانية مخصصة من الدولة الإسرائيلية منشان نساعد هالشعب عملي بالمنطقة عمل اللجان ككل وتأمين الخدمات الاجتماعية للإنسان من أول شيء تأمن النظافة العامة تأمن الأمور الصحية بالبلد بتأمن الماء بتأمن الكهرباء بالتعاون مع بقية المؤسسات الموجودة على الأرض بتأمن الطرقات بتساعد المواطنين في تأمين العمل إن كان في إسرائيل أو في حال الخروج لخارج الحزام الأمني من لبنان عدايسي ومسقف عام بلد واحد الناس تروح تسهر بمسقف عام وترجع يتاجروا يروحوا يبيعوا بقر يبيعوا غنم علاقات كثير كانت كويسة يسهروا بعدايسي ويسهروا بمسكف عام شيء طبيعي كانوا ضيعة واحدة